مرة أخرى نرحب بالدكتور سلام فياض رئيس وزراء دولة فلسطين، أهل وسهل أهلا وسهلا فيك دكتور وأنتم أعزائي المشاهدين بإمكانكم المساهمة في هذا البرنامج من خلال توجيه أسئلتكم عبر الصفحة الخاصة على الفيسبوك بالبرنامج، الصفحة الظاهرة على الشاشة. دكتور عديد الأسئلة حقيقة وردتنا الآن، سؤال يقول استاذي العزيز ماهر شلبي اتمنى من سيادتك ان توصل سؤالي الى ضيفك الكريم رئيس الوزراء المتمثل بخصوص تبعيات اعلان الدوله وما الاختلاف ما قبل وما بعد ذلك وبالأخص بخصوص الأشخاص المقيمين في الضفة الغربية ولا يحملون هويات إلى آخره سؤال بخصوص شطب ديون الكهرباء يعني هذا لازم نجيب عليه لا. ممكن أن يتم السؤال عن المهمات الخارجية ومدى الاستفادة منها بالرغم من أنها تستنزف موازنة الدولة كذلك لو تم حصر هذه المهمات مهما كانت درجة المسؤول قبل السفر بخصوص الموض... سؤال الدكتور سلام فياض بخصوص الموظفين العسكريين المقطوع رواتبهم من غزة للضرورة أين كان الدكتور سلام عندما آه يعني هاي مش قصة آه بصراحة وبدون يعني مش مش موضوعنا بصراحة يعني طيب. مش لأن ما بدي أسأل أنا أي سؤال سأوجهه للدكتور ولكن يعني هذا سؤال خارج عن النص آه آه بصراحة أحد المواطنين بحكي من دار دواني بيقول بصراحة وبدون أي مجاملة أو تضليل إحنا عائلة وحاليا الكهرباء طافي علينا وبصراحة معناش إلا 20 شكل ومش قادرين نشحن ومعناش نطلع على شغلنا يوم الأحد إحنا عائلة مستورة ومسمياتنا الوظيفية ممتازة فما بالك في موظفين الفئات الأدنى منا سؤال آخر على الرغم من قرار مجلس الوزراء إلا أن هناك سفريات موقعة من حضرتكم لماذا ونحن نعاني من أزمة مالية للمسؤولين وسؤال اخر اجانا دكتور بيحكي يعني انه في كثير برتبة مدير عام موجودين بالسلطة وهم يعني حسب السؤال يعني ما لهم الشغل يعني قاعدين في بيوتهم بس بتلقوا معاشات عالية في سؤال بحكي هل الحكومة تستطيع دفع رواتب كحد أدنى للموظفين مثلا ألف شيكل من عائدات ضرائب الدخان والمحروقات وغيرها كحد أدنى أه لماذا يتم صرف مواصلات غزة لغاية الآن ونحن نمترك مصروف أبنائنا على الرغم من أنهم يعملون في أموال يعني في معاشات أه في سؤال آخر بيحكي ليش الواحد لما بيقعد على كرسي بضل قاعد عليه أه هل التلكؤ من قبل الحكومة في مواجهة الأزمة المالية من بداياتها للإثبات للآخرين في الصينيين غير المقتنعين بوجود أزمة أصلا بأنه يوجد أزمة مالية حقيقية وهذا السؤال بعتقد أجابت عليه دكتور أه في سؤال آخر بحكي أنه أه طلع أخبار عن أنه غدا سيتم صرف نصف الراتب هل هذا الكلام صحيح أم لا أه يعني كثير من الاسئله حول الرواتب حول الرواتب يعني عشرات الاسئله ربما حول الراتب ويعني انا بدي قبل ما يعني بدي اعطيك مجال تجاوب وهي قضيه يعني قضيه محقه كما تفضلت انت دكتور وما تهربت من الاجابه حقيقه قلت هاي مسؤوليه الحكومه ولكن ايضا يعني انا بدي اضيف سؤال من عندي واللي هو انا من خلال يعني مناقشاتي مع الكثير من المواطنين وتحديدا الموظفين وتحديدا انه الحكومه الان اللي برجع شكوا من الموظفين إذا واحد شكى عليه بيروحوا بزموه الشرطة وبخدوه طب إذا كانت الحكومة نفسها مش عم تلتزم وبتسجن واحد كاتب شك ب 1000 شيكل، يعني معناها لازم رئيس السلطة ورئيس الحكومة وكل أعضاء الحكومة واللجنة التنفيذية يكونوا في السجن. يعني يا إما بتلغوا هالقانون أو بتأجلوه وبتضغطوا على البنوك تتعامل مع الموظفين بطريقة أخرى بضمانات الحكومة بضمانات أي شيء، بس ما بصير إنه تطبقوا القانون على الموظف البسيط ولا تطبق الـ الـ يطبق القانون على الدولة نفسها. تفضل دكتور آه شكرا آه على كل الاسئله، بداية آه خلينا بالنسبة لموضوع الراتب سأل سؤال محدد أو ورد سؤال محدد بشأن أنه هل صحيح أنه بكرة بكر. في نصف راتب نصف راتب آه للأسف لا آه مش صحيح. بعرفش آه مصدر هذا الخبر ولكن آه آه إطلاقا مش وارد أنه يدفع نصف راتب بكرة، لكن خلينا أضيف أنه في آه آه توقع انه نتمكن ان شاء الله خلال الاسبوع خلال الاسبوع خلال الاسبوع هذا خلال الاسبوع هذا خلال الاسبوع في حال ورود آه وتصلنا بالفعل الاموال اللي آه وعدتم بها وعدنا فعلا بها فعلا, 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 اللي فعلا اللي هي من الجزائر 26 مليون, مليون. بالاضافه لذلك 5 مليون دولار 5 مليون من, من عمان. عمان. عمان فقط هاي اللي وصلت دكتور نعم فقط هاي الفلوس اللي وصلت هذه اللي انحكى فيها بشكل اساسي بان مصادر تمويل آه بحدود يعني اللي ممكن انها ترد خلال هذا الاسبوع اتوقع انه يكون بالامكان ان ندفع نصف راتب خلال الاسبوع انما بكره لا ما فيش رواتب بكره اطلاقا ما فيها. أه فهذا بالنسبه لموضوع الرواتب احنا يعني بنبذل قصار الجهد للتعامل مع هذا الاستحقاق ومش غريب انه في كل هذا الاسئله عن الرواتب أه لاهميه هذا البند بكل تاكيد عارفين قديش أه اهميته وحساسيته. أه موضوع الشكات وتعامل أه سلطه النقد آه وتعليمات سلطه النقد وماذا انسجامها مع حاله الضيق اللي احنا فيها انا استطيع ان اقول لك انه آه آه سلطه النقد في هذا الظرف اللي احنا مري فيه آه اصدرت تعليمات للبنوك بابداء شيء من المرونه آه بالتعامل مع الاحتياجات وهذا حصل بالفعل وله سابقه مش اول مره آه في الازمه الماليه اللي علمت بالسلطه والحصار المالي في سنه 2006 على سبيل المثال آه البنوك نفسها بالإضافة إلى أنها عمدت إلى عدم التعامل خصما بكل ما يرد هي كمان أيضا أقرضت إضافيا الموظفين بشكل مباشر وارتفعت مديونية الموظفين لصالح البنوك بدرجة كبيرة جدا كانت واحدة من المشاكل الحقيقية اللي واجهت القطاع المصرفي في تلك الفترة هو الارتفاع الكبير جدا في نسبة المديونين الموظفين بشكل مباشر وهذا ربما بفسر بدرجه كبيره انه كيف الناس تمكنت من البقاء خلال تلك الفتره والجواب عليها هذا كان ففي شيء من المرونه البنوك ابدت قدر اضافه من من المرونه في الاونه الاخيره في آآ آآ اقراض السلطه الوطنيه الفلسطينيه المبلغ اللي جعل من الممكن ان نوفي الالتزام بجزء من من استحقاق راتب شهر 11 احنا ما دفعناهوش كله هذا اتى على خلفيه قرض اضافي على توقع ورود اموال مساعدات عربيه تحديدا أه نسعى نحاول أه وبكل طاقه ممكن يمكن الحصول على تسهيلات اضافيه من بنوك مع تفاهم الكامل للنقطه اللي ذكرتها هذا أه وارد موضوع أه الازمه الماليه ذكرنا وجوبنا هذا ما ذكرنا أه موضوع تبعات الاعتراف بمكانه فلسطين كدوله بصفات مراقبه الامم المتحده أه طبعا يعني هذا قرار مش عادي آه غاية في الأهمية آه له تبعات تترتب عليه الكثير آه ولكن على المدى القصير اللي لمسه اللغات فقط الجزء المتصل بالإجراءات العقابية اللي أخذتها إسرائيل بعض مكونات المجتمع الدولي على سبيل المثال الولايات المتحدة بتأخير أو حجز مبلغ من المساعدات كان مقرر للسلطة الوطنية الفلسطينية في ذلك الوقت دولة الفلسطيني اليوم آه آه هذا هو اللي, 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 الان امام المواطن هذا هو اللي لمسه على المدى القصير لكن بكل تاكيد قرار له تبعات كثيره جدا اولا من الناحيه السياسيه معروف نحن نتكلم عن اكثر من ثلثين عضويه الامم المتحده اللي صوتوا لصالح القرار أو, او اكثر عم. اكثر من ثلثين بالاضافه الى ذلك ال 41 دوله اللي امتنعت عن التصويت في مواقف الكثير منها ما يمثل في هذا امتنع التصويت موقف متقدم بالقياس مع ما كانوا مقربين عليه من مواقف انما بشكل عام بتعكس حقيقه مهمه جدا انه العالم ضاق ذرعا ضاق ذرعا باستمرار هذا الاحتلال وباساليب المماطله والتسويف فيما مكن اسرائيل قوه الاحتلال من احكام قبضتها وتعميق سيطرتها ونظامها الاحتلالي ونظام السيطره والتعسف في الاحتلال المرتبط في الاحتلال الى اخره هذا كله مهم اضف الى ذلك انه هذه هذا هذه المكانه لفلسطين كدوله ايضا تضع بين ايدينا مجموعه من الاليات وادوات التدخل اللي بتساعدنا كثيرا في الدفاع عن حقوقنا في مسائل كثيره. اللي بالاضافه للجهد المبذول ولا يزال للتصدي لاجراءات اسرائيل فهو فيما يتجاوز محاوله حشد الراي العام الدولي واستنهاض مكونات والقوى المجتمع الدولي والقوى مؤثرة فيه ضد الاحتلال وممارساته بما يمكن ان يشكل رادعا لاسرائيل في حال استمرار في هذه الممارسات هناك الكثير ما يترتب على هذا القرار ولكن اقول انه هذا ليس نهايه المطاف بالنسبه لنا يعني نهايه المطاف وعندما تتحقق اهدافنا كامله وفي مقدمتها ما ينهي الاحتلال بشكل فعلي وليس فقط في اطار اقرار بمكانه فلسطين كدوله انما اعود واكرر انه على المدى القصير على المدى المنظور لم يتغير شيء على الواقع الارض الا للاسوء، الواقع الارض واقع احتلال رافق ذهبنا للامم المتحده وحصولنا على هذا الاعتراف اجراءات من قبل اسرائيل عقابيه انتقاميه ليس فقط في المجال المالي وانما ايضا في موضوع الاستيطان والاعلان عن المزيد من الخطط الاستيطانيه بما شمال ايوان وانا بالمناسبه بحيي المواطنين اليوم اللي بدا بدي عن هذا حركه ممتازه عيني. بكل تاكيد هذه هذه فيها يعني الناس تمارس حقها الطبيعي في ان تعيش خطو في خطوه متقدمه في طريقه النضال الشعبي 100% 100% وحيهم عليها المية. عليها هذا في هذا هو ابداع هذا هو ابداع مقابل الشعبيه السلميه اللي استخفي على البعض ربما في وقتنا هذا هو الابداع الحقيقي هذا هو نقل المعركه لملعب الخصم والتفوق والتفوق وهذا هو التلاقي في في القيم منظومه القيم الاساسيه اللي هي بتفسر بدرجه كبيره ليش العديد من دول اوروبا اللي كان متوقع انها تعارض طلبنا في الامم المتحده صوتت لصالح، سبب في ذلك انه شعوب هذه الدول مؤسساتها المختلفه برلمانيه، راي عام، مجتمع مدني لصالحنا، سبب و... في ذلك، سبب في ذلك هو ذكاء هذه المقاومة ابداع هذه الريادية هذا هذا خطوة متقدمة جدا والآن أنا أنا بعرف إنه ما فيش شيء ممكن إنه حكومة إسرائيل تأخذه كإجراء خبرة أيام إحنا مش مع إنه بالمرة إنه تأخذ أي إجراء لكن حتى في أنظمتهم تطبق علينا بشكل غير قانوني هذه حركة أثبتت موجودية وكفاءة وريادية إذا هناك الكثير من الأدوات فيما يدعم هذا الجهد الشعبي آه اللي كله تصميمه وإرادة آه اللي بتحلنا اياها، لكن على بدل القصير في جهد بالمقابل قبل الإسرائيلي لتعميق آه الـ الـ الاحتلال وجعله اكثر تجذرا من خلال الاستيطان وغيره، بالاضافه طب بالاضافه طبعا الإجراءات العقابيه اقتصاديا، خنق اقتصادي ممارس علينا، فيما اضاف لحاله الخنق القائمه اساسا. نعم هذا اللي لمسه الباطل، ولكن يعني خلينا اقول بالاضافه لذلك اذا سمحت انه على الاقل جزء من هذا كان متوقعا يعني ما قامت بإسرائيل من إجراءات عقابية بن خسين هي كانت تنفيذ لتحديدات أطلقتها قبل ذهبنا للأمم المتحدة كان معروف أنها راح تكون بذلك وربما تذكر حضرتك أنه أنا شخصيا حذرت مرارا من مغبة أنه ترك على لإسرائيل لتطلق هذه التهديدات وأنه بيصيرش أنه يصبح لإسرائيل تطلق هذه التهديدات لأنه ستمارس على أساس منها إسرائيل ما عندها حق أنها تصدر تحديدات فما بالك أن تمارس على أساس من التهديدات ولكن للأسف الشديد ما كانش في مستمع اطلقوا هذه التهديدات وتحدثوا بشكل واضح انه كانوا ناويين يقطعوا تحويل الاموال وتحدثوا عن ضم حتى اجزاء اضافيه من نعم. من الارض الفلسطينيه المحتله بالاضافه للقدس اللي ضموها سابقا تحدثوا بالكثير من الاجراءات وباطار يعني التهديد <applause> وفي الكثير من الوعيد ما تحرك هذا للجم اسرائيل ويخاف عن تحدث في هذا المسائل وتصرفوا على الاساس هذا ما هذا الواقع الملموس اليوم ولكن لا يستقيم هذا كله غير مشروع غير مقبول وعن لدينا الان من الادوات ما لم يكن متعام قبل في امور يعني على المدى القصير مضبوط الى تبعات ولكن خلينا اقول انه كل كان في صورتها فانه ان ياتي البعض ليقول بكل تاكيد لا نسلم ولا نقبل في اي اجراء ولا ولا اخره وانا بقول لك انه في لها مش هاي الحكومه اي حكومه مسؤوله في الاخير بدها تتعامل في الموجود جزء من جهدها انها تخطط لمستقبل، وجزء انها تحاول انها تضع الامور في اطار ما يمكن ان يحدث، وخطط طوارئ واخلافه لكن اخي انا بدي افهم شو هي خطه الطوارئ اللي بحكي عنها اي حدا هون باي درجه من العقلانيه والمعقوليه لما بقول لك الان في عنا سدس الدخل اللي, اللي, اللي بنحتاجه، وهذا امر كان متوقع. فانا اللي بستغربه انه بعد اقل من اسبوع بعد أقل من أسبوع من ذهابنا للأمم المتحدة وحصولنا على هذا القرار التاريخي